اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح جديده على القاهره الاخباريه عاصمه الخبر. حلقه جديده هنتابع من خلالها اهم وابرز الاحداث على الساحه العربيه والعالميه في مختلف الموضوعات. صباح الخير عليك يا شيرين. صباح عليك. صباح الخير ليندا وعلى مشاهدينا. وطبعا مثل ما قلتي حنتابع اليوم بصباح جديد مثل ما عودناكم مجموعه كتير مهمه من الاخبار مع ضيوفنا ومراسلينا. ويبتدي يوم جديد، شمسه تنور كل طريق، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد. قلنا صباح على الله الدنيا ريتها، اليوم شكله جميل يا ما شاء الله، حتى تحكى ليها على طريقنا ومش في بالنا، فطرنا مشرقنا شينا، وده من ده اللي يضايقنا ولا يعكر مزاجنا. لا انسى انسى. هنبدأ فقرات صباح جديد من حالة الطقس في عدد من دول العالم، وهنتابع أهم الظواهر المناخية اللي أثرت على حياة الملايين في كل مكان. نبدأ من مصر اللي بيتوقع فيها أن يسود طقس لطيف صباحاً، مائل الحرارة ظهراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد مائل الدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما مائل البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء مع توقعات بوجود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى. وإلى السعودية، حيث يوجد توقعات بتكاثر السحب على أجزاء مختلفة من مرتفعات شرق جازان وعسير وجنوب شرق منطقة مكة المكرمة، يصاحبها سقوط أمطار رعدية متوسطة في أغلبها، ولكن قد تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية. في العراق يتوقع أن تتأثر أجزاء عدة من الجمهورية بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتسقط أمطار متفاوتة الشدة على أحياء من البصرة وجنوب محافظة المثنى ومناطق عدة من محافظة ميسان، امتدادا نحو أجزاء من ديالي وصلاح الدين والسليمانية، وتترافق الأمطار بحدوث العواصف الرعدية مع تنبيه من احتمالية ارتفاع منسوب المياه في بعض المدن والأحياء. تجري الصين عمليات إخلاء في قرى بمقاطعة جيانغشي الوسطى، حيث تعمل السلطات للسيطرة على الوضع بعد الأمطار الغزيرة والفيضانات اللي تعرضت ليها المقاطعة، وتضرر بسببها أكثر من 300 ألف حتى الآن. يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه خبراء الأرصاد من سقوط المزيد من الأمطار الغزيرة والرعد والرياح العاتية على المزيد من المناطق في جنوب وشرق الصين في الأيام القليلة المقبلة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 270 شخصاً لقوا مصرعهم، ولا يزال 300 شخص آخرين على الأقل في عداد المفقودين جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال المكتب في بيان له إن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الفترة من الثاني حتى الرابع من مايو الجاري أدت إلى فيضان عدة أنهار على ضفافها وحدوث انهيارات أرضية دمرت أكثر من 1200 منزل وتركت 3000 عائلة بلا مأوى في منطقة كاليهي بإقليم ساوث كيفو. أوروبيا بنروح للعاصمة الفرنسية باريس، وفي توقعات هناك أن يكون الطقس اليوم بارد في النهار مع توقعات بسقوط أمطار، أما بالليل فبيكون الطقس الشديد البرودة على أن يكون الجو غائم مع استمرار سقوط الأمطار. في ألمانيا يكون الطقس صافي في الصباح مع تشكل بعض الغيوم المتفرقة ظهرا في درجة حرارة معتدلة. في المساء تنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ ليكون الطقس بارد مع تشكل الغيوم بشكل كلي. ومنتابع درجة الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. بتنتهي نشرتنا الجوية، هنروح دلوقتي للتعرف على آخر أخبار أسواق المال والأعمال في فقرة اقتصادية جديدة.
خطط لينكد إن التابعة لشركة مايكروسوفت لإغلاق تطبيقها للوظائف في الصين وإلغاء ما يزيد عن 700 وظيفة، حيث تعمل شبكة التواصل المهنية الأمريكية على تقليص وجودها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومن المفترض أن تقوم لينكد إن بالتخلص التدريجي من تطبيق الوظائف المحلية إن كارير بحلول أغسطس المقبل، حيث قالت أنها تنوي خفض فرق الهندسة والمنتجات المحلية وتقليص وظائف زي المبيعات والتسويق. ألمحت هونغ كونغ إلى أن شركات العملات المشفرة التي تكتذبها جهود المدينة لإنشاء مركز للأصول الرقمية يجب أن تتوقع نظاماً تنظيمياً صارماً. وقال إيدي يو الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ حول هذا الأمر: ستكون لوائحنا صارمة وسنسمح لهم بإنشاء منظومة العمل هنا، ما يجلب في الواقع الكثير من التشويق، ولكن هذا لا يعني أن يكون التنظيم متساهلاً. أعلنت شركة ألعاب الفيديو اليابانية العملاقة نينتندو التي تطلق الجمعة أحدث نسخة من سلسلة ألعاب زيلدا عن نتائجها السنوية التي أتت أفضل مما كانت تتوقع، بفضل ثبات مبيعاتها من الألعاب، إلى أنها أبدت حذراً بشأن وضعها المستقبلي في ظل تراجع مبيعات وحدة التحكم الخاصة بها سويتش. وحققت نينتندو عن السنة المالية 2022-2023 التي انتهت في مارس أرباحاً صافية بلغت 3 مليارات و180 مليون دولار. تتجه أستراليا لتسجيل أول فائض بالميزانية منذ 2008، إذ تجتمع الإيرادات الضريبية الاستثنائية مع الاقتصاد كامل التوظيف وزيادة أسعار تصدير السلع لتنعش خزينة البلاد. ويتوقع وزير الخزانة جيم تشارمز بلوغ الفائض 4 مليارات دولار أسترالي خلال 12 شهرا حتى يونيو 2023. ومن المتوقع أن تظهر وثيقة الميزانية أيضا عجزا أقل مما كان متوقعا سابقا خلال الأعوام المقبلة. هوت الرسوم المعيارية لناقلات النفط العملاقة بمقدار 3/4 بعدما واصل تحالف أوبك بلس الخفض المفاجئ للإمدادات لدعم الأسعار لتنخفض الكميات المشحونة عبر محيطات العالم. وانخفضت أرباح السفن التي تنقل ما يزيد على 2 مليوني برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط إلى الصين عن 24 ألف دولار في اليوم من أكثر من 97 ألف دولار في 20 مارس وفقا لبيانات بورصة البلطيق. وأدى ذلك إلى تراجع أسعار أسهم شركتها المالكة المدرجة بأسواق المال بما في ذلك DHT Holdings وفرونتلاين. تستضيف أندونيسيا اليوم القمة 42 لرابطة دول جنوب شرق آسيا إيجين، وتستمر أعمالها حتى بعد الغد الخميس في جزيرة لابوان باجو السياحية الشهيرة شرق مقاطعة نوسا تنجارا. شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً مع تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والتي قد تؤثر على موقف الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بالسياسة النقدية. للمزيد بينضم إلنا من بيروت الخبيرة الاقتصادية ميري القراب. أهلا بك سيدة ميري، أبدأ معك من الذهب. هل الذهب هو الملاذ الآمن للمدخرات بالنسبة للملايين حول العالم طبعا في ظل الاضطرابات العالمية؟ طبعا من المعروف أن الذهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل أي اضطرابات، وقد اتضح هذا لأن الذهب ارتفع عند التسوية البارحة في انتظار ترقب بيانات التضخم الأمريكية وفي انتظار طبعا المفاوضات لرفع سقف الدين للدولة الأمريكية، وهذا قد شكل حالة ترقب
وفي حالة الترقب وعدم اليقين ترتفع أسعار الذهب. طب أستاذة ميراي، يعني إيه الطريقة الأنسب إن إحنا نستثمر فيها في الذهب؟ يعني الذهب بكل أنواعه، إيه الطريقة السليمة والآمنة في ظل هذه الظروف اللي بيمر بها العالم؟ طبعا هناك عدة طرق للاستثمار في الذهب، منها شراء أنصات الذهب، أنصة الذهب من المكاتب بيع الذهب، ومنها العقود الآجلة للذهب والاستثمار في الذهب عبر المصارف والشركات المالية. ارتفاعات معدلات التضخم عالميا دفع العديد إلى الادخار، كيف بتشوف هذا التوجه وتأثيرات الناتجة عنه؟ الادخار طبعا، يعني الادخار هو الشعور بالامان لمعظم الشعوب، لانك بحاجه للمال في نهايه المطاف. ولكن طبعا مع المخاوف على الدولار، مع اليوان، ارتفاع اليوان، مع كل عدم الاستقرار العالمي، مع الحرب في اوكرانيا، مع كل ما يحدث من معدلات تضخم ومؤشرات التضخم وحاله الريسيشن المتوقع عالميا، فهذا يجعل الناس قلقين على مصير أموالهم. ولكن هذا ما يدعو الفيدرالي إلى رفع معدلات الفائدة لكي يحصل على المزيد من الأموال. فعندما ترتفع معدلات الفائدة تنغر الناس للحصول على ربحية إضافية، فهذا يدخرون في البيوت، وهناك من يدخر في المصارف عند ارتفاع معدلات الفائدة، أو الادخار في الذهب. لذا فهو دائما علينا أن تكون عندنا خطة كاملة للادخار، وليس الادخار في مكان واحد أو في عملة واحدة أو في asset class معين. فيجب علينا أن ننوع محافظنا الائتمانية والأدوال الادخار. زي إيه يا أستاذة ميراي؟ إيه أنسب طريقة للاستثمار حاليا بجانب الذهب؟ بجانب الذهب طبعا عادة هناك العقارات، الاستثمار في العقار هو ملاذ آمن أيضا في كل أنحاء العالم. الاستثمار في العقار والاستثمار في الذهب يجعل الناس آمنين على أموالهم، لأن الذهب نراه والعقار نراه، فيمكن أن نلمس مدخراتنا ونراها أمام أعيننا، وهذا ما يخفض من نسبة القلق لدى الناس. سيدة ميراي، ما هي توقعاتك لسوق الذهب خلال الفترة القادمة؟ إذا بقيت الحالة على ما هي عليه عالميا، فإن الذهب على ارتفاع، فهو تخطى معدل ال 2040 دولار 2042 دولار، وهو يستقر على معدلات عالية تتخطى ال 2000 دولار للأونصة الواحدة، وهذا ما يؤشر إلى ارتفاع في أسعار الذهب على الأمد الطويل، خاصة مع عدم اليقين لرفع سقف الدين لدى الحكومة الأمريكية والمشادات الضخمة التي تحصل الآن على هذا المستوى، وهذا ما يشكل قلق عالمي. عندها الذهب سوف يواصل الارتفاع، وهذا ما نراه إلى الآن، مؤشرات توحي باستمرار ارتفاع الذهب، وخاصة لاستمرار الحرب مع أوكرانيا وتجدد الحرب في أوكرانيا واستمرار المعارك. إذن هل معنى كلام حضرتك يا أستاذة ميراي أن الاستثمار في الذهب استثمار طويل الأمد، ولا في بعض الأحيان ممكن يكون قصير الأمد؟ استثمار في الذهب هو دائما استثمار طويل الأمد، وهو استثمار مطمئن على الأمد الطويل. يعني من وجهة نظر حضرتك، معقول حتى على المستقبل البعيد نشوف أي انخفاض بأسعار الذهب؟ وهل ممكن الحكومات يكون لها أي تحركات أو تأثير على الوضع؟ الحكومات لديها تأثير على، يعني الفيدرالي، هي الحكومة الفيدرالية الأمريكية هي التي لديها تأثير كبير على أسعار الفائدة والفوائد في العالم، وهذا مع رفع الفوائد
لمحاولة احتواء التضخم الكبير وخفض معدلات التضخم إلى 2% التي يطمح إليها الفيدرالي، ولكن هذا ليس متوقعا قبل 3 إلى 5 سنوات. فنرى أن الذهب على ارتفاع من الآن إلى أجل طويل. شكرا الخبيرة الاقتصادية ميري القراب، كنت معنا من بيروت. وإلى هنا تنتهي فقرتنا الاقتصادية، ننتقل الآن لجولة في أهم الأخبار والملفات التي تناولتها الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية. البداية من موقع القاهرة الإخبارية، حيث التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري في العاصمة جوبا رئيس جنوب السودان سيلفا كير في إطار الجولة اللي بيقوم بيها لكل من تشاد وجنوب السودان. وأكد شكري خلال اللقاء أن دول جوار السودان تتأثر بشكل مباشر من استمرار النزاع في السودان، الأمر الذي يفرض عليها التنسيق والتشاور بشكل مستمر للعمل على إنهاء النزاع الدائر في أسرع وقت وتخفيف أثار تلك الأزمة على دولها. وللمزيد عن الدعم المصري للشعب السوداني، ينضم إلينا من أسوان رمضان المطاني مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك رمضان، يعني ما هو حجم الدعم المصري والذي لمسته خلال تواجدك في أسوان للشعب السوداني في ظل الأزمة الراهنة؟ صباح الخير، يعني هي صورة كاملة يرسمها هنا أهالي محافظة أسوان ومدينة أسوان وحتى القرى القريبة من موقف كركر الدولي الذي يعتبر أولى الالتقاء السودانيين هنا في محافظة أسوان والدخول إلى الأراضي المصرية عبر معبري رقين وقسطل الدوليين. هذه الصورة التي لمسناها تقريبا يعني في كل يعني شارع في محافظة أسوان، نرى يعني الأشقاء السودانيين متواجدون مع الإخوة المصريين بصورة كبيرة ونتحدث معهم يعني وعن ردود الأفعال التي يلقونها من الأشقاء المصريين من خلال دعمهم على كافة المستويات، سواء يعني من المبادرات الكبيرة التي يجهزونها لأهالي السودان والأشقاء في السودان يعني على كافة المستويات، سواء المبادرة الخاصة بمبادرة السكن الجاهز التي يعني أقامها أهالي قرية وادي كركر والتي كانت أولى المبادرات يعني من الأهالي بتوفير السكن الجاهز. التقينا بعدد من الأسر يعني السودانية التي تم تجهيز يعني المنازل الجاهزة لهم واستقبالهم، يعني يأتي هذا الاستقبال بداية يعني من خلال الوسطاء ومن خلال يعني المعارف ومن خلال أيضا الوسطاء الذين يتواجدون في موقف كركر الدولي الذي يعتبر أولى يعني النقاط التي تلتقط السودانيون عندما يدخلون إلى مصر، ثم بعد ذلك يتم تجهيز يعني كل شيء لهم. يعني هذه الأسرة التي رأيناها منها الأسرة أسرة وليد، يعني إحدى الأسرة التي أتت من وادي حلفة يعني بعد الحرب، هي الأسرة التي تم استقبالها في أحد البيوت المصرية وتم يعني اقتسام المنزل ما بين المصري وما بين يعني السوداني، وهذه الأسرة تتكون من 10 أفراد تم يعني تعيش حياتها مع الأسرة المصرية في قرية وادي كركر حتى يتم تجهيز منزل خاص بهم ومنزل خاص لهم. أيضا هناك مبادرات على مستوى يعني الدعم في الاحتياجات اليومية الخاصة بهم، يعني هناك بعض يعني المبادرات الإنسانية التي تأتي في هذا الإطار تلبي كافة الاحتياجات والدعم الخاص بالأشقاء السودانيين. أيضا من المبادرات الأخرى التي يعني أطلقها شباب أسوان هنا في المدينة الذين يتواجدون مع أشقائهم السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ فترات طويلة، التقينا بأحد الشباب السودانيين مع الإخوة المصريين يتواجدون في مصر أكثر من 12 عاما ولكن
ليست هذه الأزمة التي تسطرها مصر ويعيش السودانيين هنا في مصر، ولكن هناك أرقام كبيرة من الأشقاء السودانيين يعيشون في مصر جنبا إلى جنب مع المصريين، يعني يتخطى عدد السودانيون الذين يعيشون قبل هذه الأزمة في مصر أكثر من 4 مليون مواطن سوداني وهم جنبا إلى جنب مع المصريين أمام محطة القطار، وكانت هي إحدى النقاط أيضا الخاصة ب تقديم الدعم للإخوة السودانيين، يكون هناك عدد كبير من المصريين والسودانيين أمام هذه المحطة تحديدا التي أيضا تم تجهيزها من قبل السلطات المصرية، سواء بالدعم عدد كبير من القطارات التي تأتي التي سوف تذهب من أسوان إلى القاهرة حتى تيسر على الأشقاء في السودان ويتم نقلهم بصورة كبيرة، من يريد أن ينتقل إلى القاهرة يكون هذا متاح عبر هذه القطارات التي وفرتها الدولة المصرية الإضافية. أيضا هذه الوقفات التي نراها أمام المحطة أيضا يكون لمن يأتي عبر القطار ويكون يتواجد في مدينة أسوان، أيضا يتم تقديم له الدعم عن طريق أيضا توفير السكن الجاهز، وأيضا من المبادرات الخاصة هي المبادرة الطبية التي أطلقها هؤلاء الشباب عبر هذا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر التواصل مع المبادرات الأخرى الخاصة بمعبر أرقين ومعبر قسطل وأيضا مدينة أسوان، يتم تتبع هذه الحالة بشكل كبير. أيضا كما تعرفين أن هذه المعابر بصورة كبيرة يكون فيها الهلال الأحمر المصري الذي يقدم خدماته، وأيضا إلى جانب العديد من السلطات الرسمية في المعابر تقديم الخدمات الطبية لهؤلاء، ثم بعد ذلك من تستدعي حالته أن يذهب إلى أحد المستشفيات الخاصة يتم الذهاب به إلى أحد المستشفيات القريبة من أقرب مستشفى قريبة من المعبر، ثم بعد ذلك يتم التواصل مع هؤلاء الشباب إذا كانت حالته الصحية تستدعي مستشفى أكبر من هذا أو اهتمام أكبر من هذا عفواً، يتم نقله عبر التواصل الاجتماعي من خلال هذه الشبكة التي يربطها الشباب مع الهلال الأحمر. مراسلنا رمضان المطعني مراسل القاهرة الأخبارية، أشكرك جزيل الشكر. قالت وكالة سبوتنيك الروسية إن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت تخصيص مساعدات عسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار. وقال البنتاغون في بيان له إن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تهدف لتعزيز دفاعاتها الجوية وتلبية احتياجاتها من الذخيرة. ومن وكالة آكي الإيطالية التي نشرت خبر تقول فيه إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رأى أنه لا يوجد حاليا أي احتمال للسلام بين روسيا وأوكرانيا لأن الجانبين مقتنعان أنهما قادران على الفوز. وأبدى غوتيريش تشاؤما بشأن قدرة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على التوسط لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا التي اندلعت في شهر فبراير من العام الماضي. وإلى وكالة شنخوا الصينية، حيث أعلنت إدارة التراث الثقافي الوطني في الصين أن متحف فوجيان في مقاطعة فوجيان شرقي الصين سيكون المقر الرئيسي للبلاد للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف والذي يصادف يوم 18 من مايو. وقال كويو تساي نائب رئيس الإدارة في مؤتمر صحفي إن المتحف سيستضيف فعاليات ذات صلة خلال الفترة من 17 إلى 19 من مايو تحت عنوان المتاحف والاستدامة حياة أفضل. قالت صحيفة البيان الإماراتية أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مبادرة بيرل وشركة بيت عائلة الأعمال. مبادرة بيرل هي منظمة غير ربحية تهدف إلى رفع مستوى الحوكمة المؤسسية والمساءلة في القطاع الخاص في منطقة الخليج. أما شركة بيت عائلة الأعمال فهي شركة رائدة في دعم الشركات العائلية وتطويرها في الخليج، وتأتي تلك الاتفاقية في إطار الشراكة بين المنظمتين إذ ستركز على حل التحديات الخاصة التي تواجهها الشركات العائلية في منطقة الخليج وتمكين هذه الشركات من تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة لها.
ومن موقع يورو نيوز الذي نشر خبرا يقول فيه أنه بعد توقف لست سنوات تعود الكاتبة الفرنسية فريد فارغس مبتكرة شخصية جين باسيت أدمنسبرغ مع رواية جديدة بعنوان سور لادال والتي تعني على اللوحة الصخرية وفق ما أعلنت الدار الناشرة للكتاب. وإلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء اللي نشرت خبر بتقول فيه إن المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية بارك يونغ جون أكد على أن القارة الإفريقية والتعاون الثلاثي بين تونس وجمهورية كوريا الجنوبية وإفريقيا يعتبران من بين أولويات عمل الحكومة الكورية الفترة القادمة. في إطار جولتنا الصباحية حول العالم بينضم إلنا الزميل ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك. صباح الخير ياسر، لو تحدثنا عن الجلسة الطارئة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة التصعيد المتزايد في غزة. يعني في البداية صباحك خير شيرين وليندا، صباح يملأه الأمل والسعادة والسلام في ربوع العالم إن شاء الله. هذه الجلسة سوف تكون يعني في بداية هذا اليوم حوالي الساعة 10 صباحا. هذه الجلسة قد نادت وطالبت بها كل من دولة الإمارات وفرنسا والصين. تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة العربية والممثلة للدول العربية في مجلس الأمن بعد يعني قامت هؤلاء الدول أو قاموا بالمطالبة بهذه الجلسة الطريقة، وتعني كلمة الطريقة أنها جلسة لم تكن مدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن. الجلسة سوف تبدأ بطبيعة الحال بعرض لما حدث من يعني اقتتال وشهداء راح ضحيتهم حوالي 15 من الفلسطينيين. بطبيعة الحال مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسند سوف يقوم بعرض للأحداث الجارية الآن في فلسطين والاعتداء من قوات الاحتلال، ثم تبدأ بعد ذلك الكلمات تباعا. يعني من المتوقع أن يكون هناك تنديد كبير من الأفعال التي تمت من جانب الجانب المحتل جانب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل، وأيضا المخاوف من استمرار هذا الصراع لبضعة أيام قادمة. ياسر، ماذا عن ملابسات الحكم الصادر من محكمة بنيويورك بالاغتصاب والتشهير في حق الكاتبة جين كارول؟ هذا الحكم صدر من محكمة في نيويورك ضد الرئيس السابق دونالد ترامب. هذه القضية كانت منذ العام يعني أو الأحداث حدثت ما بين العام 1995 و 1996. بالفعل هيئة المحلفين قد انتصرت لهذه الكاتبة وأقرت بأن دونالد ترامب هو المذنب وأنه قام بهذا الفعل وقامت بتغريمه 5 ملايين من الدولارات. بطبيعة الحال نفى ترامب كل هذه المزاعم. خرجت السيدة من المحكمة برفقة المحامين الخاصين بها وكانت يعني ابتسامة عريضة على وجهها وامتنعت عن الحديث للصحفيين. هذا الأمر يعني تحدث عنه أحد محامي دونالد ترامب وقال بأن هذه القضايا جميعها ملفقة وتنال من يعني مسيرة الرجل إلى البيت الأبيض في 2024. وللعلم فإن هناك أكثر من 20 سيدة قد قاموا ب يعني اتهام دونالد ترامب بأنه قد مارس بعض الأعمال المشينة، لكن يعني الأوساط هنا تتحدث بأن دونالد ترامب قد يكون يعني من المحتمل أنه كل هذه القضايا ضده لحجبه أو منعه من الذهاب إلى البيت الأبيض وفوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة أن استطلاعات الرأي الأخيرة قد قامت بتأييد أو يعني حصوله على نسبة أكبر من الرئيس الحالي جو بايدن.
ياسر، ماذا عن المساعدات الأخيرة اللي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا، ووقع ذلك تحديدا على الحزبين الديمقراطي والجمهوري؟ ليندا، هذه المساعدات بدأت منذ الحرب الروسية الأوكرانية، بلغت حتى الآن أكثر من 34 مليار دولار أمريكي. المساعدات الأخيرة هي عبارة عن 1.2 مليار دولار أمريكي، وسوف تذهب إلى أشياء دفاعية وتدريب وأموال أيضا للصرف على الجنود والذخيرة. كان في العام المالي 2022 بلغت المساعدات الأمريكية العسكرية إلى أوكرانيا حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي، وفي العام المالي 2023 بلغت حوالي 5 مليارات دولار أمريكي. بطبيعة الحال فإن الحزب الجمهوري يعارض بشدة كل هذه المساعدات، ولكن الرئيس جو بايدن قد استخدم مسألة أو سلطة السحب الرئاسي، هكذا هو الوضع، مسألة أنه لا يلجأ إلى الكونغرس الأمريكي والموافقة على أي مساعدات تمنح إلى أي دولة، ولكن هو في بعض الوقت أو الأحيان يذهب إلى مساءلة أو المطالبة من الكونغرس الأمريكي، ولكنه في أغلب هذه المساعدات قد لجأ إلى الدستور وإلى سلطة السحب الرئاسي، ولكن أيضا يستخدم الجمهوريون وهذه الذريعة في أنه أهدر أموال الأمريكيين في هذه الحرب التي لا طائل للولايات المتحدة الأمريكية فيها، وهذا أيضا ما سوف يستخدمه الجمهوريون في السباق الرئاسي ضد الرئيس الحالي جو بايدن. ياسر، ماذا عن اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الحزب الجمهوري حول رفع سقف الدين؟ مسألة رفع سقف الدين شيرين هي مسألة معقدة للغاية. الاجتماع أصفر عن صفر، هكذا هي النتيجة، حيث أنه لا نتائج من هذا الاجتماع سواء بالرفض أو القبول، سوى أن الجميع قالوا بأنهم سوف يجتمعون مرة أخرى بعد 3 أيام. كان الرئيس جو بايدن قد اجتمع مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وأيضا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. الولايات المتحدة الأمريكية للعلم لم تتأخر في سداد ديونها منذ العام 1879، وإذا حدث هذا الأمر وتشبث الجمهوريون برأيهم سوف تكون المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الرئيس جو بايدن قد تحدث بأنه ليس خيارا موجودا أو واردا بأن تتخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن السداد في مطلع الشهر القادم، هو الموعد المحدد لذلك. أما وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد تحدثت بأنها قد تكون كارثة من الكوارث، وسوف تؤثر ليس فقط على الداخل الأمريكي بل ستؤثر على العالم والاقتصادي بشكل كبير، ونصحت الإدارة الأمريكية اللجوء إلى الكونغرس الأمريكي ومحاولة إرضائه وموافقته على رفع سقف الدين. أشكرك جدا على كل هذه المعلومات، مراسل القاهرة الإخبارية ياسر نور الدين، كنت معنا من نيويورك. صباح جديد مكمل معكم مشاهدينا، ابقوا معنا. أهلا بكم.
اختتمت أمس قمة الشرق الأوسط للبرمجة بلا أكواد 2023 بالسعودية، واللي بتعد ملتقى لكبار الخبراء العالميين، حيث ركزت فعاليات القمة على قصص النجاح واستكشاف تقنيات البرمجة بلا أكواد. شريف، صحيح، وأكدت الفعاليات التي تشهدها القمة التكنولوجية إنه من المتوقع أن ينمو سوق منصات التطوير العالمية للبرمجيات بلا أكواد بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 31%، مما يولد إيرادات قدرها 187 مليار دولار بحلول عام 2030. وللمزيد من المعلومات بينضم لنا من الرياض رئيس مجلس إدارة جمعية المبرمجين المهندس عبد العزيز عبد الكريم العريق. أهلا بحضرتك معنا، وبداية عايز أعرف من حضرتك ما معنى مصطلح البرمجة بلا كود، قد يكون غير معروف للكثيرين. أولا شكرا على استضافتي، وسعيد جدا أني أكون مع أخواني في مصر. البرمجة بلا أكواد هو اسم احنا يعني اخترعناه لأنه ما في مقابل عربي لمصطلح لو كود نو كود بلاتفورم. الفكرة العامة من منصات البرمجة بلا أكواد هي أن نقلص الفجوة بين فكرة الخدمة وتنفيذها على أرض الواقع. في الوضع الطبيعي احنا نفكر في الخدمة، نحللها، بعدين نعطيها المبرمجين ويعملون البرنامج. على الأغلب الموضوع هذا يأخذ أشهر. الآن لا، صار عندنا إمكانية أننا بتدريب بسيط ممكن البزنس يتعلمون أنهم يصممون الخدمة اللي يحتاجونها. طب يا فندم، ما هي أبرز فعاليات قمة البرمجة بلا كود 2023؟ طبعا قمة البرمجة بلا أكواد اشتملت على مجموعة مسارات. المسار الأول المحاضرات، وكان في تقريبا 54 متحدث من جميع دول العالم شاركوا خبراتهم مع يعني زملائهم في الشرق الأوسط. كذلك كان في ورش عمل تدريبية للسوق المحلي على تقنيات البرمجة بلا أكواد. في نهاية الفعالية كان في هاكاثون، طبعا اختتم الهاكاثون مع اختتام الفعالية، ولكن بدأ مع بداية الفعالية هاكاثون لمجموعة من الشباب والشابات لاختبار منصات البرمجة بلا أكواد بالتعريف طبعا بهذه المنصات. سيد عبد العزيز، يعني كما ذكرنا بخبر سابق ان توقعات تشير ان سوق منصات التطوير العالميه للبرمجيات بلا اكواد سيحقق ايرادات قدرها 187 مليار دولار بحلول 2030، كيف يمكن الاستفاده من هذا السوق تحديدا في الوطن العربي؟ احسنت، سؤال جميل. احنا دائما نتكلم عن منتجات جاهزه او باكيجات جاهزه من شركات عالميه، ويكون احنا وظيفتنا فقط مستهلكين لهذه البرمجيات. الان مع البرمجه بلا اكواد شفنا شركات عربيه تقدم حلول مميزه تنافس الشركات العالميه. بهذه الطريقه بيكون الوصول للسوق اسرع، وبالتالي وفرنا بشكل كبير بالإمكانيات المحلية. نستطيع إحنا ننتج أي خدمة، وهذا بيعطي برضو فرصة للتوظيف بالشرق الأوسط، وتعطي فرصة أيضا للدخل بحيث أنها ما تحتاج إلى شريك أجنبي. طيب لو اتكلمنا عن الذكاء الاصطناعي، إيه الدور اللي بيلعبه الذكاء الاصطناعي في هذه القمة؟ صحيح، الذكاء الاصطناعي الآن أصبح واقع في حياتنا كلنا، حتى أن البعض استبدلوا محركات البحث العادية بتشات جي بي تي وغيرها. طبعا البرمجة بلا أكواد ليست استثناء، كثير من البرامج الآن ومراجعة البرامج صارت تتم عن طريق الذكاء الاصطناعي. في جيت هاب صار في شيء اسمه كوبايلوت يساعد المبرمجين أنهم يعرفوا ايش الحاجه اللي هم ناويين يعملوها، فيطلع حتى على النوايا. كيف يمكن قياس التطور بتقنيات المستقبل من خلال البرمجه بلا اكواد؟ طبعا طموح كبير في تطوير البرمجه بلا اكواد. الان عندنا شو اسمه منحنى تعليمي او ليرنينج كيرف معين. المستقبل المفروض احنا نقلص هذا المنحنى بحيث ان
يقدر الشخص اللي عنده فكرة فعلا هو اللي ينفذ المنتج النهائي. نحتاج ان احنا يعني نصقل المنتج النهائي بحيث انه يبدو وكأنه منتج متعوب عليه مو جاهز. المهندس عبد العزيز العريج رئيس مجلس إدارة جمعية المبرمجين، شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه المعلومات. اختتم معرض تونس الدولي للكتاب دورته 37 والتي شارك بها 279 عارضا من 22 دولة. وشهد معرض تونس الدولي للكتاب زخم كبير، خاصة وأنه شهد المشاركة الأولى لروسيا وإيطاليا. بعد أسبوع من فتح أبوابه لاستقبال عشاق الكتب، اختتم معرض تونس الدولي للكتاب فعاليات دورته للعام الحالي. بالمقارنة معناتها بالدورة اللي جات بعد الكورونا انه ثم تطور ايجابي من حيث العدد، والجمهور على مواقع التواصل قاعد يراسل فينا بصفتي في لجنة الاعلام والاتصال، يقولنا اللي ثم تطور نوعي كمي وكيفي في الاصدارات. تباينت ردود فعل العارضين المشاركين في هذه التظاهرة من تونس ومن 21 بلدا حول مسألة التنظيم. التنظيم خير من المره الاخرى، ظهرت لي فما معناتها اللي برشا حاجات اليوم خير، ما كيفاش انك في اللونطري غاديك تحط اسم كثير تنجم تلقى جناح وين بالضبط، معناتها فما برشا حاجات اللي هو معناتها الاداره تحسها متمكنه اكثر. اين مكانه القارئ من هذا المعرض؟ هل فكرنا في القارئ عندما وزعنا الاجنحه؟ يعني دار نشر تعنى بالكتب الفكريه والروايات يعني بالاداب والعلوم الانسانيه، يقابلها الجناح يعنى بالكتب الموازيه لباراسكولير. زوار المعرض الذين توافدوا عليه بكثافة أثنوا على تنوع الكتب المعروضة. برشا يعني مصادر موجودة ومراجع كذلك تهم الباحث، وأنا واحد من الناس عندي بحث حول البيئة، يعني لقيت برشا كتب معناتها اللي إن شاء الله نأمل أنها فيها إفادة كبيرة وإضافة للبحث نتاعي. أكثر شيء حسينا أنه الطابع التونسي موجود، المؤسسات التونسية متواجدة بكثافة، فما حاجة جديدة سني أنه التواصل بين الناس اللي جاية وبين بين يعني منظمين تاع معرض الكتاب. وفرت أجنحة دور النشر في معرض تونس الدولي للكتاب ظلة الزوار من المصادر الأدبية مختلفة المشارب والأنماط. على أجنحة الكتب حلق معرض تونس الدولي للكتاب مثل ما هو شعاره بجمهوره ومتابعيه نحو سماء الثقافة والإبداع، لتكون هذه الدورة 37 مواصلة لنجاحات هذه التظاهرة التي تعد أبرز معارض الكتاب في تونس. نسري رمضاني من تونس، هنا القاهرة عاصمة الخبر. هي شيرين، دايما معارض الكتاب كده فرصة حلوة جدا لتبادل الثقافات ما بين الدول كافة. وطالما معارض الكتب تجذب المشاهدين يعني والمشاركين والناس، وهذه حكا يعني تدعي للتفاؤل، وهيك بتكون خلصت حلقتنا صباح جديد لليوم. نلقاكم غدا بإذن الله من هنا القاهرة عاصمة الخبر. شمس تنور كل طريق، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد.